أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذا التضرع صحيح؟ إلهنا، هل في الوجود إله سواك فيدعى؟ وهل هذا يشبه قول الحلولية والاتحادية حيث يقولون لا إله موجود إلا الله؟ لا أدري، هذا لا أعرف له أصل، الدعاء أنا لا أعرف له أصل، والأصل أن الإنسان ما يدعو إلا بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو موافق لما جاء في الكتاب والسنة. أما هل في الوجود إله سواك فيدعى، لا أعرف له أصل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.